رغم الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة الأنبار، إلا أن الصحراء الغربية لا زالت تحتاج إلى جهود من الحكومة العراقية، منها عمليات عسكرية متواصلة خصوصا على جانبي السريع الدولي وصولا إلى دول الجوار، حيث دعا أهالي الأنبار القوات الأمنية والحكومة العراقية بتكثيف عملياتها جويا وبريا لتأمين الصحراء الغربية وتجهيزها بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة لإبعاد الخطر عن المحافظة. اليوم صحراء الأنبار تحتاج لتأمين خصوصا الشريط المقارب للخط السريع امتدادا من مركز محافظة الأنبار الرمادي وحتى أقصى غربها الرطبة والحدود الأردنية. تأمين هذا الطريق مهم جدا لمحافظة الأنبار، راح يصب في المصلحة الأمنية والمصلحة الاقتصادية للمحافظة. اليوم حقيقة يعني شقد الأنبار تشهد أمن واستقرار بالداخل، لكن الصحراء بعدها تحتاج إلى عمليات عسكرية، إلى طائرات درون، إلى كاميرات حرارية. احنا اليوم خما يعني نظل نخلي الجندي واقف في الصحراء ويصير ضحية وفريسة لداعش او بقايا او اللي يحاولون تسلل. المفروض اكو كاميرات حرارية، اكو يعني طائرات درون، اكو حتى ابراج مراقبة عالية وتكون محمية للمنتسب. وتقول قيادة شرطة محافظة الانبار انها مستمرة في ملاحقة العناصر الارهابية في صحراء المحافظة، مؤكدة ان الصحراء الغربية باتت شبه خالية من عناصر داعش الارهابي، وأن المحافظة تنعم باستقرار أمنيا ملحوظا. اليوم الوضع مسيطر عليه، وقمنا بضربات جوية استخبارية استباقية لمعاقل تنظيم داعش ولتواجدهم في الصحراء، واليوم مسيطر عليه، ولا يوجد في صحراء الأنبار إلا بأفراد وأقل من عدد الأصابع الإيد الواحدة، وهذا بالمنظار وبالحساب الأمني مسيطر عليه والوضع مستقر. أما في الداخل أيضا الوضع مستقر جدا. العمليات العسكرية في صحراء الأنبار حققت تقدما أمنيا كبيرا لملاحقة عناصر داعش الإرهابي وقتل العشرات منهم، فضلا عن الاستيلاء على الأسلحة والمعدات. هذه العمليات ساهمت في الاستقرار الأمني في المحافظة. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.